احنا جينا نساند فريق النادي الاهلي هنا، ومبسوطين بالترحاب والحسن الاستقبال اللي شفناه الصراحة للبعثة والجماهير، وبصراحة شيء رائع. واحنا بنحب المغرب، والمغرب بجد نورنا وشرفنا في كأس العالم الأخيرة، وبنتمنى ان دايما يكون في المغرب بطولات عالمية بحال كأس العالم للأندية. وانا اقول مرحبا بكل مصري في المغرب، ومرحبا بكل مغربي في مصر، واحنا نفضل اخوات دايما، ونتمنى تتعلم مننا الشعوب العربية ان مصر والمغرب دائما علاقاتها بين الشعوب علاقة جميلة جدا يترجمها الملعب دلوقتي، ومش عايزين يكون في تعصب. الكرة بتجمعنا، اتعملت عشان تجمع الشعوب مش عشان تفرقها، وكان خير دليل المغاربة جمعونا كعرب كاملين في كأس العالم، نقول لهم شرفتوا العرب وشرفتوا مصر، واحنا وانتوا حاجة واحدة. ربنا يكمل هذه البطولة بالخير، ونشوف اللي يحمل كأس هذه البطولة فريق عربي ايا كان، الوداد المغربي او الاهلي المصري. حاجة مبهرة الصراحة، حاجة رائعة، حاجة دايما المغرب عنده في التنظيم حاجات رائعة بيقدمها لينا، ودايما احنا بنسعد لما نكون دبك جماهير المغربية 30,000 ساعة الاستاد او اكتر جايين يشجعوا النادي الاهلي. الكرة بلا هذه الجماهير والو الصراحة.